والزمالك بعد فاز بهدفين لمايوكا وايضا حمودي اكيد يكون الفارق قلص الان الى 9 نقاط، اذ لم يكن في كلمه الان للنادي الاهلي قبل الختام. وهذه كره من رحيل عرضيه تمشي مره اخرى عاشور، ومحاوله الاشبه بالمحاولات الاخيره خلاص للنادي الاهلي، وتمشي لفتحي يا 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 كوره ما زاد الخطوره، وفتحي ويلعبها وهي يا الاهلي يضغط في لحظات عصاب صعبه جدا في لحظات صعبه للغايه الحقيقه للاعب على فريق الاهلي في هذه الاثناء. صعوبتها في هذه الكرات المرتده، وهنا مابوكو يفعلها جول، يفعلوها والد إقلاع، يحسبوها في كرة وحيدة على مرمى الحارس الكرامي، يكون مابوكو وهذا مالودا الذي يلدغ، هذه لمسة مالودا وهذا مابوكو خطفها، مابوكو قتل الأهلي هنا في برج العرب، مابوتو أطلق رصاصة الرحمة في أصعب اللحظات في كرة بالطبع إنها مجنونة غير عادلة، كورة مجنونة.